الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. عنوان درسنا اليوم هو حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم. من خلال هذا الدرس سنتعرف على المجال المغناطيسي المنتظم أو متى يكون المجال المغناطيسي منتظما، ثم القوة المغناطيسية أو ما يسمى بقوة لورينز، ثم سنتعرف عن كيفية دراسة حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم، ثم أخيرا سنتعرف عن الانحراف المغناطيسي. إذا نبدأ على بركة الله بالتعرف عن الدقيقة المشحونة. متى نقول بأن الدقيقة مشحونة؟ يعني عندما تكون لدينا دقيقة تحمل شحنة Q، والشحنة Q يمكن أن تكون شحنة موجبة ويمكن أن تكون شحنة سالبة. يعني يمكن أن تكون أصغر من صفر أو أكبر من صفر، يعني موجبة وسالبة. متى تكون الشحنة Q موجبة؟ إذن عندما يكون لدينا مثلا الكاتيون، عندما يكون لدينا الكاتيون متى تكون الشحنة الموجبة؟ عندما يكون لدينا إلكترون، مثلا إلكترون وأنيون. الأنيون مثلا Cl- ومثلا O2- هذه يحملان شحنة سالبة. الإلكترونات دائما تحمل الشحنة السالبة. بالنسبة الكاتيون مثل Li+ Na+ هذه كلها تحمل الشحنة الموجبة. أما بالنسبة للمجال المغناطيسي، هو درس من دروس السنة الأولى بكالوريا. تعرفتم على مصادر المجال المغناطيسي. مصادره هناك التيار الكهربائي، يعني عندما يكون لدينا التيار الكهربائي يكون لدينا المجال المغناطيسي. ثم لدينا المغناطيس، المغناطيس. أما رمزه نستعمل الحرف ب متجهة. وحدته هي التسلا، نرمزها بالحرف ت. أما مميزاته الأصل الذي يكون النقطة M مثلا، المنحة، الاتجاه، ثم الشدة. إذن هذه هي مميزات المجال المغناطيسي. بالنسبة للمنحة والاتجاه نحددهم باستعمال الإبرة الممغنطة. الإبرة الممغنطة تتميز بالقطب الجنوبي والقطب الشمالي. بالنسبة للمنحة، منحة B يكون من القطب الجنوبي نحو القطب الشمالي. B الاتجاه هو المستقيم SL. أما الشدة فنحسب B ويكون B التسلا. إذا تعرفنا على مميزات المجال المغناطيسي. الآن سنبدأ بأول فقرة لهذا الدرس. أولا المجال المغناطيسي المنتظم. متى يكون المجال المغناطيسي المنتظم؟ لأننا في هذا الدرس سندرس فقط حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم. إذا سنتعرف على المجال المغناطيسي المنتظم. يكون المجال المغناطيسي منتظما إذا كان لمتجهته ب نفس المميزات في نقط مختلفة من الفضاء. يعني للمتجهة ب نفس الشدة ونفس المنحة ونفس الاتجاه في جميع نقاط الفضاء. إذن هذا هو المجال المغناطيسي المنتظم. عندما يسألكم ما هو المجال المغناطيسي المنتظم أو متى يكون المجال المغناطيسي منتظما، عندما يكون لديه نفس المميزات ت
ثانيا القوة المغناطيسية أو ما يسمى بقوة لورنتز. إذا سنتعرف عن القوة المغناطيسية. إذا عندما تتحرك دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم تخضع لقوة تسمى القوة المغناطيسية، وتعبير هذه القوة نستعمل رمز F أو لا FM force magnetic تساوي الشحنة Q، يعني الشحنة شحنة الدقيقة مضروبة في متجهة السرعة فيكتوريال ب. إذا هذا هو تعبير القوة المغناطيسية. بالنسبة ل F تكون بنيوتن، و Q تكون بالكولوم، وحدتها الكولوم، وسرعة الدقيقة تكون بالمتر على السكوند، و كي تكون بتسلا. الآن كيف سنحدد قيمة أو لمنظم هذه القوة؟ إذا نذكر بقاعدة الرياضيات A فيكتوريال B، عندما يكون لدينا A فيكتوريال B يعني أنه يساوي A مضروبة في B مضروبة في سينوس الزاوية التي تكون بين A و B. إذا هذه هو التعبير الذي سنستعمله للحصول على منظر هذا التعبير. إذا F يساوي قيمة مطلقة لQ، يجب أن نضعه قيمة مطلقة. لماذا؟ لأن شحنة الدقيقة يمكن أن تكون سالبة ويمكن أن تكون موجبة، مضروبة في السرعة، مضروبة في B في شدة المجال المغناطيسي، مضروبة في سينوس ألفا، ونضع القيمة المطلقة لسينوس ألفا. لماذا؟ لأن السينوس أيضا يمكن أن يكون موجب ويمكن أن يكون سالب. الآن سنتعرف على مميزات القوة المغناطيسية أو القوة لورنتز. إذا مميزات هما أربعة. المميزة الأولى هي نقطة التأثير، يجب أن نعرف نقطة التأثير، ثم خط التأثير والمنحى، ثم الشدة. بالنسبة لنقطة التأثير هي الدقيقة نفسها باعتبارها نقطية، الدقيقة المشحونة نفسها. إذا نقطة التأثير نكتب الدقيقة نفسها لأنها تعتبر على شكل نقطة. بالنسبة خط التأثير هو المستقيم العمودي على المستوى V B. بالنسبة خط التأثير هو المستقيم العمودي على المستوى V B. مثلا نعتبر هذا هو مستوى V B، إذا F ستكون عمودية على هذا المستوى، حيث نكتب هنا حيث F تكون عمودية على V وعمودية على B. أما المنحنى نستعمل قاعدة اليد اليمنى الممثلة في الصورة التالية، بحيث يكون الإبهام هو المتجهة V، والسبابة هي السبابة المتجهة B. أما الوسطى أو الأصبع الوسطى يمثل المتجهة F. إذا سنرى هذا في المثال. بالنسبة للمنحى نكتب يحدد باستعمال طريقة اليد اليمنى. أما الشدة قد رأيناه من قبل، هي الشدة هي منظم ديال القوة المغناطيسية. F يساوي قيمة مطلقة لـ Q مضروبة في V مضروبة في B مضروبة في القيمة المطلقة لسينوس ألفا، بحيث ألفا هي الزاوية VB. الزاوية VB يمكن أن تكون تساوي ناقص P على 2 أو P على 2، لذلك يجب أن نضع قيمة مطلقة لأن السينوس ألفا يجب أن يكون موجب. إذا الآن ننتقل إلى مثال.
إذا في هذا المثال سنتعرف عن كيفية الحصول على منحنى F، ولكن قبل أن نتعرف عن كيفية الحصول على منحنى، يجب أولا أن نذكركم بملحوظة على Q و Q فوا V فوا V، أن إذا كان Q موجب، هذا يعني أن Q V المتجهة Q V و V لهما نفس المنحى، وإذا كان Q أصغر من صفر، هذا يعني أن منحى V معاكس مع منحى Q V. إذا كان V معاكس من منحى Q، يعني أن Q أصغر من صفر، وإذا كان Q أكبر من صفر، يعني أن Q V و V لهما نفس المنحى. ملحوظة مهمة أيضا، عندما تكون B أو V أو F لها منحى من اليسار إلى اليمين، يعني نستعمل سهم من اليسار إلى اليمين، مثلا B، أو إذا كان منحى B هو من اليمين إلى اليسار، يعني نستعمل سهم من اليمين إلى اليسار B. وإذا كان منحى B من الأمام نحو الخلف، نستعمل هذا الرمز، يعني دائرة وسطها علامة، إذن هذا B إذا كان نحو الخلف، وإذا كان نحو الأمام نستعمل دائرة وسطها نقطة، إذن هذا نستعمله في تمثيل المنحى. الآن سأنجز معكم مثال لكيفية تحديد منحى F. قلنا بأن منحى F نحدده باستعمال قاعدة اليد اليمنى، بحيث الإبهام يمثل المتجهة V، وB يمثل المتجهة V، والوسطى يمثل المتجهة F. ودائما يجب أن ننتبه إلى Q، إذا كانت Q موجبة يعني نستعمل هذه القاعدة، ولكن إذا كانت Q سالبة يجب دائما أن نفعل العكس. إذا مثلا نأخذ المثال الأول، Q أكبر من صفر. دائما لتحديد منحى Q نتخيل نفسي أنني وراء الورقة، ونستعمل قاعدة اليد اليمنى. إذن هذا مثلا نأخذ المثال الأول، لدينا B نحو الأمام و V نحو الأعلى، يعني V تكون نحو الأعلى و B تكون نحو الأمام، إذن F تكون نحو اليمين، لأن Q موجبة، تكون F نحو اليمين. أما بالنسبة للطريقة الثانية، لاحظوا هنا نفس المثال، لدينا Q نحو الأمام و V نحو الأعلى، هنا Q أصغر من صفر، بما أن هنا Q أصغر من صفر وهنا Q أكبر من صفر، إذا مباشرة سنقوم بالعكس، إذا نضرب F في ناقص ونقوم. أما المثال التالي، نلاحظ أن لدينا B نحو الأمام و V نحو اليمين و Q أصغر من صفر، يعني V نحو اليمين و B نحو الأمام، بالنسبة F ستكون نحو الأسفل، لكن بما أن Q أصغر من صفر، إذن سنفعل العكس، فستكون نحو الأعلى. نعم، إذن هذا هو المثال. بالنسبة للفيديو الثاني سأخصصه لدراسة حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم، وأيضا نتعرف على الانحراف المغناطيسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.